الاهلي يهزم بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء لمحمد مجدي قفشه ومحمد عبد المنعم وتاهل لنهائي كاس مصر 2021. الف مبروك كابتن شريف، يعني فوز متوقع. الف مبروك كابتن. اداء اخر 10 دقائق هو ده الاداء اللي هو تقدر في الحاله اللي انت فيها دي تريح اللعيبه وتخرج من المباراه دي كسبان بابسط الامور يعني. وتقدر تخرج من غير كمان اصابات او اي حاجه تعطلك في الشكل اللي جاي. انا وانا بتفرج على المباراه دي ماليش دعوه بيها خالص يا كابتن ايمن. كنت بتفرج على حاجه ثانيه. لا انا بشوف المباراه الجايه. انا بتخيل شكلي ووضع الملعب ده مع الجونه ومع الزمالك يوم 21. واضح على لعيبتك ان هي بتأدي بابسط يعني الامور. يعني مش عايزه يبقى فيه زياده، عضلاتهم مش جايبه اكتر من كده. هديك مثل علي معلول. علي معلول رجليه بعضلاته بالفكر بالبتاع هو ده ساعدوني 1 2 3 4 قفشه سلية الكره هي اللي تجري. الفرقه دي كلها محتاجه هذا الشكل. الفرقه دي كلها محتاجه ان الكره هي اللي تجري، ان انا اتحرك لزميلي بسرعه، وده مش هيواكب الا اذا كان حالتك البدنيه كويسه. فتعالى يعني معلش استحملوني شويه، تعالى بقى نشوف الناس اللي نزلت تاني تايم. صلاح محسن بالتحديد يعني وحسام حسن، ماشي، دول ورقتين انا يمكن في الماتش الجاي اعتمد عليهم، هلعب بيهم اساسا، اعتمد عليهم بدري. كويس. إيليو ديانج خد النهارده 70 دقيقه وعنده 20 دقيقه لعبها، فاعتقد انه هو مؤهل انه يكون مكان حمدي فتحي في المباراه الجايه. بالنسبه لسولية غصب عنه الراجل ستريتش يعني خلاص، يعني لو عمل السبرنت 20 30 يارده مش هيبقى موضوع كبير قوي يعني، مش سهل يعني. بقيه الفرقه هي ظبط وربط من الفرجه اللي اتفرجها المدير الفني الجديد، اكيد ليه بقى شكل مع طب ما هو يعني حاله الديفنس بالنسبه لعمرو السولية. بالنسبه لعمرو السولية يعني الفترة اللي جاية مثلا ممكن يريح شوية، ممكن يلعب ممكن زي ما ديانج كده قعد شوية ويريح شوية. بس انت المشكلة عندك في حمدي فتحي كمان، حمدي مش سليم 100%، مش سليم 100%، ده مش حمدي، حمدي بياخد الكورة وعايز يخلص منها يديها لأي حد يشوفه. مش المبتكر اللي بياخد خطوتين ويدوس ويروح، زيه زي لعيبة كتير خايفة تغلط. المرحلة كلها بشكلها الخوف على النتيجة دايما موجوده جوه الملعب، الخوف على الخطا، انا بخاف عشان اغلط فبغلط. ايوه بس انا كمان ما عنديش الامكانيات ان انا اواكب السرعات اللي الجماهير وانا وانت وكلنا بنفكر فيها. يعني عايزين نشوف يوم 21 ماتش لعيبه واقفه على حالها. طب ازاي دي شغله دي مهمه كبيره جدا. عندك كل 3 ايام ماتش في الدوري، عندك ماتش كل 3 ايام بمسميات، وانا مش دعوه الجونه بيراميدز فيوتشر انا ما كلهم زي بعض بالنسبه لي. انا بدور على نتيجه، بدور ازاي سيستم يا ايمن العب مع الفرقه دي واكسب. فمش عايز العنجهيه، مش عايز انا فلان، لا هي مش فلان بقى، هي انت بتدور يا كابتن على مكسب بس ولا مكسب واداء؟ انا بدور على المرور من مرحله مكسب، مرحله اصابات واجهزه عام، لعيبه كلها خارج حدود الخدمه، دي مش لعيبه النادي الاهلي او مش النادي الاهلي، اللعيبه دي مظلومه. ايوه بقول لك بجد. احنا قاعدين واحنا بنتفرج ممكن اقول ايه ده، ايه اللي بتعمله ده؟ ايه مش انت مش قادر ده، فاهم قصدي؟ انما الحقيقه موجوده فين؟ ان لعيبتك دي كلها مجهده، حتى محمد عبد المنعم اللي جاب لك جون حلو قوي النهارده، عجبني الجون بصراحه يعني جون حلو قوي، ده لسه جاي من اصابه. ايوه مش جاهز بنسبه 100%، بيجهز ويروح، ومطلوب منه النهارده انه اساسي. ايوه مش دخل مثلا هاف تايم، لا ده اساسي 90 دقيقه. ها لازم يبقى محمد عبد المنعم اللي هو كان في المنتخب والحاله اللي احنا عارفين عنه، وما يغلطش وما يعملش، اللي جنبه لازم يبقى زيه، بس اتعور ياسر نزل ايمن اشرف، عندك ربيع هيبقى له دور برضه، وسيبك من الخطأين والكلام ده اللي يقول لك
انت تملك لعيبه معينه هي دي اللي تملكها، لازم تحافظ عليها، هي دي اللي هيفرق معاك ال 20 دقيقه وثلث ساعه والربع ساعه والنص ساعه في المباريات اللي جايه كلها. الترن النهارده جاء فيك ضربه جزاء واتصدت الحمد لله، لو كنا 1-1 هتلاقي في عمليه نفسيه ملهاش اي لازمه في الملعب موجوده، مع انه ماتش سهل جدا زي ما قلنا، انا اسامه نكسب 4-5 زي ما انت عايز، زي ما انت عايز تروح على الجول. بس كمان عدم جاهزيه اللعيبه واصابات اللعيبه، واللعيبه زي ما بقول لك تعبانه، ها مش عارفين يفكروا، عايز يخلصوا من الكوره. وبابسط شيء يكون مثلا ايه الحاوي قفشه وليد انت فاهم قصدي، هو المبتكر، هو اللي يعرف يطلع واحد الناحيه الثانيه سوليه على فترات. عايزين اسهل حاجه نكسب بيها، اسهل حاجه نكسب بيها، هو ده الوضع اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي. ليه؟ لان لعيبتك الحقيقه لعيبتك مطحونه. ايوه بصراحه انا اعرف مين سوليه واعرف مين مجدي قفشه والشحات وطاهر، طاهر النهارده بيموت نفسه عشان كوتش جديد والكلام ده، وبين له ان هو بيقدر يجري وبيقدر يدافع ويقدر يهاجم ويقدر يعمل كل ها. فانما كونكلوجن كله الحاله كلها هو بابسط من كده، 1 2 وسبرنت وعرضيه 1 2. الماتش اللي فات اللي غلبناه اللعيبه دي كلها كان عندها تركيز اكتر من كده، بس من 48 ساعه ل 48 ساعه ل 48 ساعه احنا لازم تبقى في عمليه تدوير كبيره جدا على عاتق الراجل اللي جاي الجديد ده. اديك شافه بقى، سيبك انا عادل وانت وانا واسامه قعدنا نقول هيقف على الخط النهارده يتفرج، ومسؤوليته هو ولا مسؤوليته، اهو النهارده مسؤوليته وكسب وايده ورجله وكل حاجه دخلت في الحكايه خلاص. هو بقى صاحب المسؤوليه دلوقتي.